ضمن مباريات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التقى الهلال والرائد على أرض استاد جامعة الملك سعود بالرياض. لم يمضي وقت طويل على بداية الشوط الأول إلا وكارلوس إدواردو يستثمر عرضية ياسر الشهراني، وبحركة فنية يسدد في مرمى عز الدين دوحة هدف هلالي أول. إدواردو ينفذ خطأ على مشارف الثمانية عشرة، وعز الدين دوخة يتألق في التصدي للكرة. محاولات هلالية لتسجيل هدف ثاني، عرضية من إدواردو ورأسية من جوميز ولكن في الشباك الجانبية. ضربة جزاء هلالية بعد تسديدتها تامبا هبري وملامسة الكرة ليد سلطان فرحان. يتقدم جوميز ويضع الكرة بثقة على يمين عز الدين دوخة هدفا هلاليا ثانيا. الأسد لا يضيع، الأسد لا يضيع، الأسد ما يضيعش، الأسد يسجل الثاني. الضغط الهلالي يثمر عن ضربة جزاء أخرى بعد إعاقة محمد فوزير لياسر الشهراني. يتقدم جوميز للتنفيذ مرة أخرى، ولكن عز الدين دوخة يبدع في التصدي للكرة حارما الهلال من إنهاء الشوط الأول بالثلاثة. في الشوط الثاني انتهج مدرب الرائد بيسنك هاسي طريقة الضغط على الخصم في ملعبه، وهو ما أدى لوقوع أخطاء من الدفاع الهلالي كاد معها ماركو جونيور أن يقلص الفارق. ومن كرة عرضية من رائد الغامدي ترتطم بيد علي البلاهي يعلن معها حكم اللقاء عن ضربة جزاء لمصلحة الرائد. محمد فوزير على التنفيذ وبكل ثقة يضعها على يسار المعيوف الذي لم يحرك ساكنا. يا ولد يا فوزير يوقف المعيوف مكانه. شعر الهلاليون بالخطر وبادروا بالهجوم. ياسر الشهراني يبذل أدوارا عديدة دفاعا وهجوما، ومحاولة للتسجيل تجد عز الدين دوخة سدا منيعا لها. ضربة جزاء ثانية للرائد بعد إعاقة كويلار لجهاد الحسين داخل الثمانية عشرة. مرة أخرى يتقدم لها فوزير للتنفيذ، يبدع المعيوف في التصدي للكرة. وفوزير والمعيوف، فوزير والمعيوف والمعيوف. انتعشت الروح الهلالية بعد ضياع ضربة الجزاء الرائدية، لتعود الأفضلية للأزرق الذي تحصل على ضربة جزاء ثالثة بعد إعاقة عبد الله الفهد لسالم الدوسري، لتحين الفرصة لعبد الله المعيوف ليعلن نجوميته للمباراة بعد أن نفذ ضربة الجزاء بكل ثقة على يسار دوخة هدفا هلاليا ثالثا حسمت به النتيجة. يا عبد الله يا معيوف. لتنتهي المباراة بمواصلة الهلال متصدرا للفرق ب 38 نقطة، فيما بقي الرائد على نقاطه 27 في المركز السادس.